في كل مكان اسعد الله اوقاتكم بكل خير. مساء التفاؤل. في الحقيقه انا متفائل. هتقول لي انت متفائل بايه؟ هقول لك متفائل بكل حاجه. هتقول لي متفائل والتابلت اللي اتوعدنا بيه ما جاش وقال لك ده هيجي 25% وال 75% لسه السنه الجايه؟ هقول لك برضو متفائل. هتقول لي متفائل على ايه؟ والفساد لسه موجود في بعض الوزارات وبعض المحليات اللي لم يكن كلها، هقول لك برضه متفائل. هتقولي متفائل بإيه؟ لما الفاسد بيستبعدوه بيرجع تاني، هقول لك برضه متفائل. هتقولي متفائل بإيه؟ وإحنا لسه مش عارفين نحارب مثلث الخطر، الفقر، الجهل، المرض، هقول لك برضه متفائل. هتقولي متفائل بإيه؟ وإحنا لسه محلك سر، هقول برضه متفائل. طب متفائل ليه؟ برغم كل اللي انت بتحكيه وبرغم كل اللي انت موافق عليه. هقول لك لأن الحل بيبدأ بالاعتراف بالمشكلة. وأنا قعدت سنين بل عقود بنكر أن عندي مشكلة. فكل ما بتزيد المشكلة كل ما بيزيد الإيمان أن هناك مشكلة. والاعتراف بالمشكلة هو نص الحل. مسؤولين كتير بيطلعوا علينا كل يوم وفي كل تعديل وزاري يمنونا ويمنينا المسؤول بأحلام وردية وفي النهاية نصحوا على كارثة إنسانية أو على كارثة إنسانية من أي نوع؟ من أطرات بتضرب في بعض لمدارس غير مؤهلة للعملية التعليمية ولما تقولي أنت إزاي متفائل وأن التابلت مجاش اللي توعدنا بيه هقول اه يبدا التفاؤل من هنا من هنا ليه؟ لان قلنا كتير التابلت جميل والتابلت حلو بس مش هو الحل. التابلت تحضر، التابلت نظافه بس مش هو البدايه. لازم نأهل المدارس للتابلت. واللي قال التابلت هو الحل هو نفسه اللي رجع وقال المدارس غير مؤهله للتابلت وللتطوير. اللي قال ان المدارس غير مؤهله للتابلت وللتطوير هو نفسه في بدايته قال انا عندي حرمية كتير وعندي الفساد كتير والتصريح الشهير لوزير التعليم وهو بيقول نص اللي عندي حراميه محترفين ومش عارف ايه التاني يعني هو نظفت كام واحد من الحرمية المحترفين منعت كام واحد من الحراميه الهواه وعشان كده انا متفائل لأن الفساد اللي ارتضيناه وتعايشنا معاه عامل زي التعبان اللي بتربيه في بيتك، في النهاية هو تعبان وأول ما هيقرص وهيلدع هيلدعك أنت. لذلك أنا متفائل وتفاؤلي ينبع من أن هناك جهات أحترمها وعلى رأسي بعد الكلام اللي اتكلمناه عن ملف التعليم في مصر الجهات دي اتصلت بينا وأثنت على اللي إحنا قلناه. وفرحت باللي احنا قدمناه من مستندات ومن قصص لفساد موجود وعشش وكان فيه استبعاد شهير للبطة وزميلها من الوزارة والديوان برغم ان الوزير كان زعلان ولكن جهات رقابية أرغمت الوزير على استبعادهم بعد ما كانوا مستبعدين ورجعوا تم استبعادهم تاني وكأننا نعيد تدوير حاجة كده مش هقولها في الجيزة تعالى أكلمك عن إعادة التدوير لفاسدين مستبعدين جابوهم من جديد ولكن الماتش مخلص ولسه الناس في الملعب والحكم ما صفرش وتستمر المباراة بين الفاسدين والمصلحين إلى يوم الدين ولكن إذا كانت هناك جولة للفاسدين فالمعركة لم تنتهي بعد وبقول لك متفائل وبقولها لك وبأكد لك متفائل وعايزك أنت كمان تكون متفائل وتعيش في حالة تفاؤل ليه؟ كل ما بيكتر الفساد كل ما بيتأكد للجميع أن الأولوية لمحاربة الفساد ولابد أن تكون كل السهام موجهه للفاسدين الفاسدين عاملين زي السرطان ان لم تحاصره يلتهمك فتركنا لهم المجال على مدار سنوات فتوغلوا وانتشروا ولكن آن الأوان لاستئصال هذا السرطان لاستئصال الفساد من المدارس لاستئصال الفساد من الادارات التعليميه لاستئصال الفساد من المديريات لاستئصال الفساد من ديوان الوزاره وهنا العباره العباره في ديوان الوزاره واذا كنت تريد الحديث عن الفساد فحدث ولا حرج مباني هنا ومباني هناك والفساد يملاها ويعشش فيها والتبرير لا ينتهي والدفاتر دفاترنا والاوراق اوراقنا وابعد يا شاطر عنا بس محدش هيبعد طالما لديه الاراده الحقيقيه ومعه المستندات التي تثبت الفساد. انا عارف ان المقدمه النهارده مختلفه شويه وانتم مش متعودين مني كده بس اتفائل وانا متفائل وحلقه النهارده كلها تفاؤل. حتى وان كان هناك بعض الملاحظات فهي في اطار التفاؤل قلنا تابلت قالوا له لا او هو قال تابلت قالوا له مش هو الحل قال لهم لا هو الحل والتابلت جاي وفي البحر والتابلت بقاله سنه في البحر ده لو كان جاي من القطب الشمالي ولا الجنوبي كان وصل ووزعناه نظام تعليمي جديد تطوير في التعليم أولى ثانوي هتمتحن تابلت، أولى ثانوي عن النظام الجديد، ولحد النهارده الطلبة والمدرسين تايهين، مش عارفين يبدأوا منين، مش عارفين ينتهوا لفين، مش عارفين يذاكروا إيه، ولا المدرسين يدرسوا إيه، لحد ما طلع علينا الخبر الامتحان عن النظام القديم بالورقة والقلم لعدد كبير من الطلبة يصل ل 75%، ليه يا عم؟ قال لك لأن التابلت ما جاش واللي جه 25%. تعظيم سلام للتابلت اللي هيحل مشكلة الكثافة يا كذاب اللي هو أنا، مش هيحل مشكلة كثافة. يا سيدي مشيها كثافة، اللي هيحل مشكلة النظافة يا كذاب اللي هو أنا. مشيها نظافة. اللي هيحل مشكلة عجز المدرسين يا كذاب، مشيها عجز مدرسين، ده اللي هو أنا. اللي هيحل مشكلة المديرين أو المديرين المترهلين الفاسدين الغير مؤهلين لا هيحل يا كذاب مش هيحل مشكلة مدير فاسد ده اللي هو أنا أنا الكذاب وأنا الوحش وإنت الصادق وإنت الناجح أنا اللي طلعت كذاب ووحش وإنت الناجح وهو وصل 25% ولسه ها يوصل ولما يوصل ابقى صحيني او اديني كول او رنلي وانا اصحى عشان تقولي التابلت وصل يا فاشل ده اللي هو انا عشان اقولك انت الناجح مش هو ده اللي حاصل وبرغم كل اللي حاصل غصب عنك متفائل لان الوطن باقي وانت اللي زائل على فكرة والله يا جماعة المقدمة اللي بقولها لحضراتكم دي دلوقتي لا جهزناها ولا رتبناها ولا في قدامي اوتو كيو بس عشان حد يقول ان انا يعني يعني بقرب من اوتو كيو اطلاقا والله. بس فعلا انا عايزك تبقى متفائل. قد ياتي قطار التغيير فجأة دون ان تشعر وسياتي. وكم من وزير سابق اتى قطار التجديد وهو يحلم بحلف اليمين. حتى حلف غيره اليمين. وكم من وزير سابق بيفتح موبايله لقى خبر اقالته. وكم من وزير سابق ظن انه سيعمر وانه صاحب السطوه وصاحب السلطه وفي فجأه وفي غفله من الزمان خد شلوت لبره. الفكره في هنا والفكره في كده. واوعى تصدق عزيزي المشاهد اي حد يقول لك أنا مسنود من الرئاسة وكلامي واضح وعلى الملأ وعلى عينك يا تاجر ومحدش مسنود من حد وكل واحد بشيلته تعالوا نشوف النهاردة فيديوهاتنا اللي فيها حاجات يعني محتاجين بقى نتوقف يعني عندها كده شوية علشان كلمة يا أمة ضحكت من جهلها الأمم أعتقد أنها بتتجسد تماماً في اللي هنشوفه دلوقتي يلا بينا من أعظم مظاهر تفسخ الغيرة لا بد من كلمة الحق وليغضب من يغضب من يذهب ببناته إلى كليات الصيدلة والطب وأنت تعلم يقينا أنها غدا ستجلس بجوار شاب في مستشفياتنا في بلادنا وإني أدعو الله مخلصا يا من فتن بناتنا بالاختلاط أسأل الله أن يشل أركانا في هذه الساعة لكن ليس العيب عليهم العيب عليك أنت ما أحد كائنا من كان خسئ فدماؤنا دون أعراضنا يفتح بيتك ويأخذ بنتك أبدا أنت من باع عرض من فتنها أنت يا مجرم تجلسها بجوار شاب امرد مخنث من الرجال مايع ويبدا يتنعم ويمشط شعره ويلبس لبسا مخصر ويجلس بجوارها هل هؤلاء رجوله؟ الله المستعان من المظاهر ايضا الابتعاث خارج البلاد ليس لك عذر ان تذهب ببنتك بين الغرب وبين الاحمر والأخضر لا يقول قائل معها محرم من قال أنه يدخل الجامعة فقل يقول لنا رجلا من هذا المنبر يا بعيد كذبت يأخذ غرفة وتذهب هي في الجامعة لوحدها عن يمينها رجلا أمريكي أحمر وعن يسارها بريطاني أحمر ويكلمها رجل أسألكم بالله يا أبناء الغيرة والحمية والشهامة أنا وأنتم كلنا فحول كلنا نشتهي اذا راينا امراه جميله الا نعشقها ونهواها بلى طيب ما تستحي اختي واختك وبنتي وبنتك وزوجتي وزوجتك الن ترى رجلا اجمل منك ام تضر انك يوسف عليه السلام بجمال يعني اعتقد إن كل واحد فيكوا عنده تعليق ولكن خليني كده أقول لك أنا من وجهة نظري ممكن يعني نعلق نقول إيه على الكلام ده اللي يعتبر شتيمة قذف محصنات يصف الناس اللي بيودي بنته لكلية الطب أو الصيدلة أنه ديوث وده يعني أعتقد قد يكون كبيرة من الكبائر طبعاً إن أنت ممكن يعني تصل إلى قذف المحصنات إن أنت حددت كلية بعينها و... وقلت من يذهب فهو ديوث إذا أنت هنا تصف بناتنا و... وأولياء أمورهم اللي ودوهم كليات طب اللي هي بنسميها كليات القمة وأنا ليه تحفظ على الكلمة دي بالمناسبة يعني ولكن يعني خليني أقول ما تعارف عليه القوم طب أنا عندي سؤال لحضرتك هذا الرجل والله انا ما اعرف اسمه ولا يلزمني ان انا اعرف اسمه ولا يهمني ان انا اعرف اسمه. لما زوجة بقى حضرتك يضربها مخاض الولاده بتعمل ايه؟ بتوديها للطبيب فلان الفلاني؟ اتحداك. ده انت عندكم الموضوع ده مصيبه ممنوع. لازم طبيبه. اه طبيبه مسلمه. مش انتوا بتقولوا كده برضو فتاويكوا ولا ايه؟ طب يا حبيبي لو احنا كلنا بقى قفلنا الحنفيه ومفيش بنات تدخل كليه الطب خلينا من الصيدله دلوقتي خلينا في الطب وما دخلتش تخصص النساء والولاده مراتك هتولد فين؟ مين اللي هيولدها؟ عندك حلين من وجهة نظرك والألفاظ اللي هقولها والمصطلحات اللي هقولها ليست مصطلحاتي ولا أؤمن بها ولكن أنا بكلمكوا بلسانه يا هتوديها لطبيب وتبقى أنت كده ديوث من وجهة نظرك أنت نفسك يا هتوديها لطبيبة تانية بقى غير مسلمة اللي أنت بتسميها بين كافرة أليس هذا الفكر فكرا متناقضا؟ أليس هذا الفكر ينسف نفسه بنفسه؟ من عمل او من صنع من هؤلاء علماء من صنع من هؤلاء مفتيين من صنع من هؤلاء مفكرين مين؟ بعض الحكام على بلاطه كده طب هل اللي صنعهم راضي عن ادائهم؟ بالتاكيد لهم هفوات بيجيبوهم كده على جنب او يوقفوه شويه كده زي ما وقفوا عندنا يعني احد الادعياء وطلع وقال يعني روحي في مصر وتقطع مش عارف ايه واصله يعني من التعريض الجميل اللي احنا متعودين عليه يا جماعه والله ده يعني رساله مني لكل الاجهزه المعنيه في الوطن العربي في كل الحكومات والانظمه العربيه هذه الفكره لم تصبح الان مجديه فكره صناعه الطيار كان ليا بحث من 10 سنين تقريبا عن أزمة الحسين في المنطقة وخطورتها وتشابه النموذج مع نموذج ديني معين في المنطقة اللي هو بين قوسين صناعة الطيار في حكومات بتصنع طيار عشان يعمل لها توازن مع طيار تاني الطيار اللي بتصنعه التاني ده بينقلب عليها وما أزمة الحسين عنا ببعيد ما الحوثيين دول اه في اصلهم شيعه زيدية، كان علي عبد الله صالح ايضا ينحدر من جذور زيدية، صنعهم عشان يعملوا له توازن مع طيار وفي الوقت ده كان كوندليزا رايس بقى يعني مزوداها شوية في المنطقة الديمقراطية وانتخابات فكله خاف من الانتخابات لو حصلت مش هينجح. فصنع التيار ده عشان ياخد من أصوات الحوثي التجمع الوطني في اليمن لو حصل انتخابات. في النهاية من انقلب على علي عبد الله صالح؟ الحوثيين، من قتل علي عبد الله صالح؟ الحوثيين الذي هو من؟ صنعهم ده بس مثال بسيط كده حضرتك خده مني على جنب وانا الكلام ده والله برضو مش مترتب ولا حاجه ويمكن الفيديو ده انا يعني برضو بتفاجئ بيه كده مع حضراتكم دلوقتي اذا سب قذف قذف محصنات اه اتهام الناس بأعراضها وكل ده بيحصل باسم الدين ولما تيجي تسال نفس الشيخ انا مراتي يا فندم عايزه تعمل متابعه حمل لطبيبه مسلمة. ماشي. مراتي يا فندم ما ينفع ولاد عند طبيب؟ اياك! بد ان تكون عند طبيبه مسلمة. مش هو ده فتاويهم؟ طب لو احنا منعنا بقى البنات انها تدخل كلية الطب. وحد جاي يقولك لك مراتي اولدها فين؟ تقول له عند طبيبة. هيقول لك ما فيش ولا طبيبة. ما انتوا منعتوا الناس تدخل كلية الطب واتهمتوهم في اعراضهم واتهمتوا أبهاتهم في أعراضهم هتقول له إيه ساعتها؟ هتقول له معلش والله لما أروح أسأل فلان بيه تعال نشوف الفيديو اللي بعده ونرجع نتكلم تاني يلا بينا China's transit elevated bus or the TEB went through a road test in North China's Hebei province on Tuesday. The passenger compartment rises far above other vehicles on the road, allowing cars to pass underneath. The test in Xinhuangdao city evaluated the braking system, drag and power consumption, according to TebTech, a company that helped build the Teb. The test run tried to simulate real traffic conditions with one bus compartment travelling at a speed of 10 km per hour on a test track. The TEB is designed to help ease traffic congestion. The compartment, which is 22 meters long, 7.8 meters wide and 4.8 meters high, is designed to hold 300 people. It has 18 seats on each side, two rounds each, each of which can hold up to 8 to 10 people, and they are also in the middle of the compartment. This road test will help us know more about the key points in this technology and find out relative solutions.

انت يعني مخلف البنت بتاعتك دي هي منرين يعني يعني حاجه كده ما حصلتش يعني مش عايز اقول مارلين مرو يا سيدي مش عايز اقول الكلام ده خلاص اي حد تاني لان انت ممكن ما تعرفش مين هي بصوا بقى الناس وصلت لفين شايفين الناس دي عندها ازمه مروريه حاده تكاد تكون خانقه يعني ممكن تكون يعني على مستوى كبير قوي طب هنعمل ايه وعددنا بيزيد والصين دي مثلا فيها مليار وحاجة يعني حاجة كده لوحدها إيه اللي بيحصل؟ قال لك إحنا هنعمل حافلة أو مترو أو ترام أو أي شيء سميها أي حاجة هتمشي بالطول أو بعرض الطريق ويدوب بس هيتعمل لها كده مجرد يعني حاجة تمشي عليها والعربيات تمشي من تحتها وكأنها كوبري أو نفق وزي ما انت شايف حضرتك المنظر ده جوه الحافله او جوه الترام او جوه سميها اي سميها حاجه سميها فنكوش يا سيدي طبعا ده عباره عن يعني الفكره والتخطيط والمكت يعني يكاد يكون النهائي من هذا المشروع المزمع ان يتم في الصين ان إيه لم يكن تم يعني ممكن واحنا بنتفرج دلوقتي عليه إيه على انه مكت او ها يحصل قد يكون بدا بالفعل يعني في في في, في كوكب الصين الشقيق عرفتوا الفرق بيننا وبين الناس عرفتوا احنا فين والناس فين بص كده حضرتك شايف المنظر اظن فرق كبير قوي بين الفيديو ده والفيديو اللي عرضناه من شويه لفضيله الشيخ فلان الفلاني اللي والله ما اعرف اسمه عشان بس ما حدش يقول ان انا يعني بتنكر منه او بعتبره حاجه لا بس احنا نناقش الفكر الفكر بالفكر ويا فضيله الشيخ يعني الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه أنا عارف وخلي بال حضراتكوا يعني الناس اللي أنا خطبتها من شوية الأجهزة والأنظمة والحكومات العربية الشقيقة إحنا دلوقتي كله بيتباهى إنه بيحارب الإرهاب وكله بيقدم مسوغات تعيينه وتقييمه بمحاربة الإرهاب طب لو إحنا بنحارب الإرهاب بجد هو حرب الإرهاب بالمدفع أحارب فلان الإرهابي ولا أحارب الفكرة؟ مات أسامة بن لادن وقتل وقلنا ستنتهي وينتهي الفكر التكفيري من العالم ولم ينتهي اختفى أيمن الظواهري وقلنا سيختفي ظهر لنا أبو مصعب الزرقاوي وظهر لنا مش عارف أبو بكر البغدادي وظهر لنا مش عارف هشام عشماوي وظهر لنا م... لأن الفكرة لا تموت والأشخاص هم الزائلون طب ما تيجي نحارب الفكرة طب ما تيجي نقفل المحابس من البداية إلا لو كنت أنت عايز المحابس دي دي حاجة تانية مصر مش بقول انا متفائل متفائل لاسباب لا كتير جدا للي هتشوفه حضرتك دلوقتي يدعو للتفاؤل مصر اللي بتحوي على اجمل واكبر اثار في العالم هاتلي حضرتك دولة بها مقومات سياحية وأثرية زي مصر بس هل عرفنا نسوق؟ هل عرفنا نسوق لمصر؟ عرفنا نسوق لسياحه بلدنا؟ الاجابه لا. مصر اللي هي ناصيه العالم لما تجيب كده خريطه مصر حضرتك هتلاقيها ناصيه. هي ناصيه العالم. على البحر الاحمر من يمينها، البحر المتوسط من شمالها وشريان الحياه كده بيجري فيها في نصها. وعلى راي هاني رمزي كده متلون وكده متلون اللي هي الميه فيروزي تلاقي ازرق تلاقي ابيض تلاقي من مطروح للسلوم غربا لحد العريش ورفح اسوان فيها اماكن سياحيه مش موجوده في العالم اطلع شويه للاقصر خش يمينك على الغردقه واطلع لفوق شويه على شرم الشيخ اوصل لاسكندريه تلاقي نفسك مسحور بسحر اسكندريه هل حد فكر يعمل الكلام ده؟ اهرامات الجيزه اللي هي احد عجائب الدنيا السبعه. حد فكر يسوق لده؟ لما تيجي مبادره من شاب مصري وشاب تحدى ظروفه وفعلا كان مثال للتحدي هو الشاب عمر حجازي. اللي عامل مبادره لتعريف العالم ايه هي السياحه؟ او ايه هي مصر؟ طيب ما كده نشوف الفكرة اللي بيتكلم فيها عمر ووريكم بعض الصور والمشاهد ونرجع نكمل تاني مع بعض تيجوا نشوف يلا بينا زي ما شفتوا حضراتكم كده ده مجهود لشاب مصري تحدى الظروف واي حد مكانه كان ممكن يدخل في نوبه اكتئاب بعد يعني ما تعرض لحادث كده نسال الله له السلامه كده وانه يحميه مصر وحصل على بطولات وسباح ماهر جدا وهوريكم دلوقتي كمان مشاهد تانية لعمر عمر فكر انه يعمل مبادره مبادره يعرف الناس يعني ايه مصر وسماها التاريخ الآن طبعا مصر تاريخ وجغرافيا خلينا كده نتعرف على المبادرة وأهدافها ودوافعها ومعانا على الهاتف دلوقتي الشاب المصري صاحب التحدي الكبير والبطولات الكبيرة عمر حجازي عمر مساء الخير أولا مساء النور إزاي حضرتك يا أهلا يا بيك أولا بحييك عمر على مبادرتك وعلى يعني إرادتك الحديدية اللي لوحدها كده عايزة تدرس ونعلمها لشبابنا قول يا عمر الفكره ايه الهدف منها والغرض منها ايه هو الفكره كانت جات لي لما سمعت عن قصه سيدنا موسى اللي حصلت في مصر م. وموضوع يعني صدمني قوي ازاي احنا مش فاكرين حاجه م. زي كده كل الناس وكل العالم عارف عنها وسمع عنها آه لكن احنا مش فاكرينها ومش في دماغنا فببساطه الفكره لي ان انا هعمل adventure مستوحاه من القصه التاريخيه العظيمه دي م. في سينا هنا في مصر م. فكانت adventure فكرت م. هعملها هعملها ازاي ما ينفعش تعمل برياضه واحده انا كان تخصصي السباحه بس م. يعني قررت اتعلم الرياضات التانيه عشان اقدر اعمل adventure دي م. آه وهي ببساطة ان انا هاخد سينا كلها بالعجله مم. وفي جزء منها هايكنج جبل موسى هطلع جبل موسى وصولا لاهرامات الجيزه تمام آه بس فحضرت لها من سنه او من اكثر مم. من سنه وان مم. شاء الله هبداها بعد بكره بعد بكره هيبتدي الانطلاق والانطلاق هيكون من سانت كاترين من من مرورا بسانت كاترين آه. تمام آه. ومرورا بسينايت ريد ده طريق وسط الجبل في قبائل عربيه موجوده هناك مم. وديك برضو بننشط للسياحه بتاعتها لان في ناس بي... اللي هم بيعملوا سياحه المغامره بيجوا مخصوص علشان يعيشوا مع انا قدامي وتمي... انا المشهد بتاع السباحه بتاعك يا ريت نجيبه تاني كده شباب بعد اذنكم باعتباري انا مهتم بالسباحه و... وسباح ممكن اغلبك خلي بالك اولا يعني بس... جابين. بس عايز احييك على مهارتك العاليه أشكرك. أشكرك. بجد يعني انا بحييك فعلا على المهارة العالية جدا وعلى الارادة الحديدية وعلى الفكرة اللي تاهت عننا كلنا يعني ده, ده كده شابوه خاص انت بتتكلم في فكرة تاهت عننا كلنا على مدار سنين انا عندي كنز محدش عارف يستثمره لحد النهارده خليني اقول لك يعني انا استغربت ان احنا نسيح حاجه زي كده صحيح صحيح أه. خليني اقول لك ان يمكن يعني وزير الشباب رياضة كان بيشيد بالمبادره بتاعتك في احدى الجلسات وبرده هو داعم قوي جدا بالظبط انا لسه دي. كنت احييه بالفعل هو وفريق العمل بتاعه لدعمهم لهذه المبادره واحنا كمان بالمناسبه بنحييه وبنحييك عليها تتوقع يا عمر يعني رد الفعل العالمي على هذه المبادره خاصه لفكرتها اللي تكاد تكون جامعة للأديان السماوية بالضبط هو الفكرة منها إن, احنا كلنا في الآخر بشر وأن سينا دي اللي في ناس بتقول أن فيها مشاكل وفيها حروب وإرهاب وكلام هي في الآخر وطبعا الحمد لله بقى فيها نسبة كبيرة من السلام يعني نسبة مم. السياحة بدأت ترجع وبقى فيها مم. سلام كبير بس هي في الآخر أرض تاريخية تحمل معنى السلام لكل شعوب العالم صحيح طيب. وكل أديان العالم فهو دي الرساله اللي بنوصلها ان احنا كمصريين وارض كبشر وكارض م. احنا كنا وطن لكل لكل شعوب العالم وكل الانسانيه فافتكر الرساله هتوصل بشكل قوي قوي يعني انا هي جا... رساله ورساله فيها حب لمصر حب سينا أنا, انا شخصيا بشكل شخصي بحب سينا جدا وبستمتع بيها اكثر من اي بلد صحية. في اي حته ثانيه صحيح فعن طريق ان احنا نصور الرحله كلها دوكيومنتري <applause> فيديو عن كل خطوه وكل تفصيله في الرحله، افتكر أن لما الناس تبدا تشوف ده تاني وتبدا تشوف الجمال الخاص ده بالقصه طبعا بالتذكره بالخلفيه التاريخيه بتاعتها، افتكر ان حاجه جذابه تشد الادفنتشرز تشد الناس اللي بره لسينا تاني. واحنا معاك داعمين لهذه الفكره اعلاميا ووجدانيا وانا عارف ان انت هتبتدي تحرك خلال ساعات بهنيك على الفكره وبقول لك يعني أنت داخل على مرحلة تعب والرحلة مقدر ليها تقريباً أسبوع مثلاً يا عمر؟ أه 11 يوم إن شاء الله ربنا يكون معاك وأنا عارف إن هي في ظروف يعني جوية طبعاً قاسية <applause> <في> البرودة بتاعتها <applause> وأنا عارف إن سانت كاترين دلوقتي يعني في مرحلة التجمد يعني ف يعني بتمنى لك التوفيق أنت والفريق المرافق ليك جميعاً وهنكون معاك خطوة بخطوة عمر حجازي صاحب مبادرة التاريخ الان بشكرك على زي المبادره وبشكرك على وجودك معايا عبر الهاتف في الطريق الثالث شكرا جزيلا عمر حجازي عايز اقول لحضراتكم المبادره دي قيمه هي فعلا قيمه ومحتاجين كلنا نقف جنبها ونزكيها ونشجعها وفي نفس الوقت نبتدي ان احنا نكررها تاني كده كل فتره نذكر العالم بيها ونذكر الناس بيها لان فعلا كانت فكره خافيه علينا كلنا اهو شاب مصري عبقري تحدى كل الظروف اللي تعرض ليها في حياته ومع ذلك وصل لفكره مبدعه هو نفسه بيحقق دلوقتي بطولات في السباحه رغم الظروف القاسيه اللي اتعرض ليها بعد حادث اليم يعني ربنا يحفظ الجميع ويحفظه لوالديه بنتمنى له التوفيق وهنكون معاكم طبعا في اب او متابعين لي رحلة التاريخ الآن مع عمر حجازي معانا حاجة تانية يا أستاذ حمدي في فيديوهات أو حاجة معانا طيب بمناسبة بقى الكلام عن مصر وبمناسبة الكلام عن مقومات السياحة في مصر أنا عندي مقومات للصناعة في مصر في الحقيقة أنا عايز أقول لحضراتكم على حاجة يمكن دلوقتي وأنا بلبس كده في غرفة اللبس واضح ان كان في أحد البرامج عامل كده زي سكريبت والورقه ما كملتش مكتوب فيه سؤال والله لفت نظري وكان نفسي أصوره لحضراتكم. ما هي أهم الصناعات التي تتميز بها مصر؟ على فكره السؤال ده ممكن يتقال في وسط حلقه في أي برنامج وكأنه سؤال. بس فعلا ما تيجي نفكر فيه كده. ما هي أهم الصناعات التي تتميز بها مصر؟ ركز كده طب هل فعلا دي صناعات من ايه تو زد ولا احنا مجرد وسيط او صناعه تكميليه ايه الفرق بين الصناعه والصناعات التكميليه ايه الفرق بين صناعه معدله للتصدير صناعه معدله للاستهلاك المحلي هو الصناعه فيها كده وفيها كده هنسال طيب مصر بكل المقاومات اللي هتكون فيها من عدمه من خلال كلام ضيوفي ليه ما عندناش حتة الجرانتي يعني يعني لما بتروح كده تجيب قطع غير لعربيتك ويقول لك أنا عندي ألماني وعندي كذا بتقول هات الألماني أنا عندي ياباني وعندي ما تكملش هات الياباني ليه ليه وصل اليابانيين والألمان في هذا القطاع وغيره طبعا لهذه الدرجة من الدقة من خلاص بقوا تريد مارك انا عايز الالماني انا عايز الياباني ليه هل اليابان فيها مقاومات اكتر من مصر ام العكس متى بدات اليابان تنميه اقتصاديه هل بدات بعد مصر ولا قبل مصر ولا مع مصر اسئله كتير هنطرحها في الفتره اللي جايه قبل ما اسيبكم ونطلع لفاصل ونستقبل ضيوفنا اللي هنتكلم معاهم في هذا الملف خليني اقول لحضراتكم عود على ذي بدء في ملف التعليم نتمنى نتمنى أن يكون في بلدنا تطوير للتعليم. وكلنا مشتاقين ونشتاق يعني شوقا لتطوير التعليم. لأن اتفقنا إن مثلث الرعب جهل، فقر، مرض. لازم التعليم يتحل، ولازم التعليم فعلا يكون عندنا حل لما نحن فيه الآن. ولكن مهما كان لدينا، وده كان كلامي دائما للدكتور طارق شوقي. مهما كان لدينا خطه مبدعه وخطه ناجحه وناجعه لن تؤتي ثمارها ولا زال هناك فاسدون يعتلون بعض المناصب الوسيطه في ادارات او غيرها او حتى في مدارس او حتى في ديوان الوزاره فتش حولك يا دكتور طارق تجد بعض الفسده الذين نحتاج الى استئصالهم وسيتم استئصالهم قريبا وارجو ان تكون الرساله رساله ود ورساله حب من محب للتعليم انا لا اميل للاشخاص ولا احب ولا اكره الاشخاص فالاشخاص لدي مقدرين ولكننا نختلف ونتفق مع الافكار فاعتبرها نصيحه محب اقطع راس الثعابين قبل ان تلدغك الثعابين هذه رسالتي للدكتور طارق شوقي طهر ديوان الوزارة من الفاسدين العالقين بهذا الديوان في أدوار عليا في المكان الفلاني وأدوار عليا في المكان العلاني اقطع رأس هذه التعابين حتى لا تلدغك التعابين وفاصل مشاهدينا ونبدأ معكم ملف الصناعة انتظرونا وابقوا معنا مرة تانية أهلا بيكم لسه معاكم في الطريق الثالث نبحث معكم عن مقاومات الصناعة موجود من عدمه. بس السؤال لما يبقى عندي مساحه بمساحه مصر ناصيه العالم زي ما قلنا في الفقره اللي فاتت عندي غاز حقل واثنين من افروديت لظهر للي قبلهم واللي بعدهم غير اللي لسه يعني الاكتشافات يعني مستمره وقد يكون لدينا اكتشافات لم تكتشف بعد. لما يبقى عندي بعض المواد الخام هي مصر فيها مواد خام هنعرف لما يبقى عندي رمل الله طب ما كل دوله فيها رمل لا ده انا عندي نوع من الرمال بيستخدم في افخر انواع الزجاج وده كتير احنا استغلينا ده طيب لما يبقى عندي احتياجات في تقرير كده قريته النهارده ان احنا ما عندناش مصنع للبالونات انا ما اعرفش ده يعني ده, ده ده ده, حوار او تصريحات لاحد النواب ما مدى صحتها برضو لان مش كل تصريح انا ممكن اخده وانقله لحضرتك على انه حقيقه رغم ان انا اتشكك يعني في هذا التصريح صناعه زي صناعه البلاستيك هي صناعه البلاستيك بس آه في الحلة وفي المكنسة والشرشوبة ولا ممكن صناعة البلاستيك دي تكون صناعة هامة جدا وممكن احنا نطورها هو حضرتك دلوقتي لما بتفتح المية وبتشرب من الحنفية المصورة اللي مطلع لك ده مصدية زي زمان ولا النهاردة الأمر مختلف والنقاء أكتر هل احنا المصانع دي موجودة عندنا في مصر ولا بنستورد المواسير من بره ولا الخامة دي موجودة وبنستورد الخامة وبنصنع مواسير ده سؤال من أسئلة الحلقة مقاومات الصناعه في مصر مع ضيوف الافاضل ارحب بالاستاذ ربيع الشاروني وهو رجل اعمال ورئيس مجلس اداره شركه رويال تيك للصناعات البلاستيكيه اهلا بيك استاذ ربيع اهلا وسهلا بيك يا استاذ هاني وارحب بالخبير الاقتصادي الدكتور محمود مصطفى دكتور مساء الخير دكتور محمود مساء النور متفائل الى حد ما الى حد ما خلي بالك انت من الحلقه دي للحلقه اللي فاتت الـ 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 يعني الترمومتر بتاعك نازل مش طالع ما عارف. احنا العكس النهاردة آه. النهاردة انا متفائل وانت الى حد لا ما لا لا حد طب ما. خليني اقولك كده ايه اللي مخليك متفائل الى حد ما يعني قلق الى حد ما ومتفائل الى حد ما بداية كده عشان نتكلم على موضوع الصناعة في مصر مقومات الصناعة اللي موجودة حاليا لا تؤهل للتصنيع وبالتالي ردا على كم متفائل ولا لا لما يكون عندي مقومات تساعدني على التصنيع هقول لك ساعتها انا متفائل لكن انا دلوقتي بحفر في مياه طب خليني اطلع بيك الامبريلا أقو... يعني اكبر من الصناعه وهي مؤشرات اقتصاديه مثلا يعني لان المؤشرات الاقتصاديه هي خريطه اي اقتصادي او اي مستثمر في العالم شايف الخريطه الاقتصاديه ايه على المدى البعيد في المشاريع الكبيره احنا كويسين جدا تمام بس النتيجه مش دلوقتي م. مع المشاريع الكبيره لكن على المشاريع الصغيره اللي هي الصناعات الصغيره والمصانع الصغيره وصغار المصنعين وكده لا احنا لسه بعيد جدا ومفيش دلوقتي بادره امل ان نقول عليها انا متفائل في حين ان انا المفروض ابدا من هنا المفروض في دول بدات كده طبعا من الصغير للكبير طيب لما اقول لك او لما انت تقول لي يا دكتور محمود ان ما عنديش مقومات هيرد عليا دلوقتي حد في التليفون قالوا يا دكتور مصطفى انت ازاي بتقول كده ده انا عندي كل حاجه ولا انت تقصد ايه بالمقاومات؟ هل المقاومات هنا مثلا من دعم من تسهيلات من حاجات لوجستيه هل تقصد ايه بالمقاومات؟ <applause> انا راجل اقتصاد كلمه دعم دي شيلها من قاموسي خالص تمام لا اعترف بها في اي حكومه تمام طالما حكومه راسماليه ما م. ينفعش معاها كلمه دعم تمام فيوم في ما هنقول انا هبني صناعتي على ان انا هدعم المصنع انا كده بفشل يبقى سوق حر سوق حر بالظبط كده تمام وفي دول كتيره جدا مم. في المنطقه عندنا سبقتنا في الكلام ده مم. على الرغم ان احنا المفروض نبقى سباقين ليهم لا هم سبقونا فعلا بالاشتراك طب حتى لو الدعم ده دعم تصدير؟ او ما يطلق عليه دعم تصدير؟ ما ينفعش وده حاصل دلوقتي كلمه دعم شيلها من القاموس اه حتى على التصدير حتى على التصدير شيلها من القاموس انت عايز تنتج جوده عاليه مم. عايز تبيع وتصدر بره مم. نشيل كلمه الدعم بره الموضوع خالص تمام يبقى الموضوع كله يتباع فعلا بالسعر مم. بعد ما عملت جوده يتباع بالسعر المناسب له اللي مم. تكسب منه برضه عرض وطلب عرض وطلب طب ما هنا برضه هيرد عليك حد زي الاستاذ ربيع الشاروني مثلا يقول لك ما انت كده بتظلمني يا دكتور انا بجيب المواد الخام بالدولار والدولار دلوقتي سعره عالي جدا ثلاث اضعاف مثلا من ثلاث اربع سنين ومضطر ان انا ابيع بنفس السعر اللي انا اشتريت بيه وده ما بيعمليش منافسه شريفه بيني وبين المثيل. اللي هيخليك تبيع الجوده تمام مش السعر يعني دلوقتي المستهلك اللي هياخد منك المنتج اللي مم. كان بياخده منك ب 10 قروش ولقى ان انت بقيت تجيب الحاجه ب 50 قرش هو برضه هيتفرض عليه انه يشتري ب 60 و70 قرش هو قابل ساعتها لان جوده المنتج عندك احسن مم. من اللي هيستورده. خد بالك انا بقول احسن من اللي هيستورده مش احسن وخلي من اللي, بالك اللي موجود. احد الميزات النسبيه ليست الجوده فقط، الجوده والسعر. دمائي. انت كده بتظلمني لان انا العمله عندي سعرها مرتفع عليا في مقابل حد تاني عملته قويه امام الدولار ممكن ينافسني وانت خدت كلمه التعويم وعديتها ولا بقت امر واقع وخلاص امر واقع خلاص امر واقع ما ينفعش ان احنا نرجع فيها تاني مم. فلازم كده كده حصل حصلنا عندي بجوده احسن مم. انا بتكلم من ناحيه مقومات الصناعه من ضمن الحاجات الاساسيه في وشفتها بره حضرتك ذكرت قبل ما ندخل الحلقه اليابان مم. اليابان هناك كل الشركات الكبيره الحكومه هناك ب... يعني بتعتمد عليها في الصناعه تمام هوندا ونيسان وتويوتا وغيره وغيره الشركات الكبيره دي كلها عندها حاجه اسمها فوكيشنال سكول الفوكيشنال سكول ده معهد خاص بالشركه كل شركه كل شركه خاصه بيها هي مم. ولها الكود المهل بتاعها بيأهل اللي بيدخلوا يدرسوا عنده مم. انه ينتج له خليني بس اوضح اللي بيقوله الدكتور محمود هو عباره عن زي ما بتدخل ابنك او بنتك مدرسه صناعيه هو هناك نفس المدرسه دي بس في الشركه على الاسماء اللي ذكرها هوندا نيسان تويوتا ده خارج كغيرها. يشتغل لتويوتا خارج يشتغل لأولا. ده خلاص مدرسه تويوتا مدرسه نيسان مدرسه سوبارو وما الى ذلك سوني وغيره وغير. بالظبط حتى لو في الاجهزه او الكلام ده ده اللي انت عايز تقوله بالظبط كده تمام احنا هنا المفروض نعمل ده وما عملناهوش وده هيشيل عبء كبير من التعليم اه هاخد اه طبعا هاخد جزء من الطلبه اللي عندي اللي مم. عايز يشتغل في الشركات الكبيره مم. وهيتعلم عندي سنه سنتين مم. بس طبعا العبء هنا على الشركات دي في انشاء المدارس دي ودفع تكاليف لان هو بيدفع له كانه بيشتغل فاثناء ما انت بتدرس بتاخد راتب. ده مردود له تاني في المنازل. في الاخر بالظبط آه يعني في في مردود اقتصادي. بس انا في الحاله دي اللي هيخرج من المدارس دي وهيجيني يشتغل في شركتي اللي انا عملت له المدرسه مم. ودرسته منهج ازاي يطور لي المنتج بتاعي مم. انا ضمنت المنتج بتاعي ينافس مع الصين واليابان مم. طب حاليا مفيش بنفس السؤال وهو مقومات هروح للاستاذ ربيع الشاروني واساله وبرحب بيك مره ثانيه يا استاذ ربيع نورتنا في البرنامج هو انا لما احب اقول ان انا دوله صناعيه او على الاقل طبعا يعني آخذ ان انا اكون دوله صناعيه يعني ببدا استلم دخلت سلم الصناعه او الدول المصنعه هل الموضوع سهل ان احنا ممكن نوصل له ولا في معوقات زي الدكتور محمود مثلا ما اشار لا المقاومات مش عندي طيب انا اولا خارج الموضوع دوت انا احب اهني الامه الاسلاميه والشعب المصري قياده وشعبا بالمولد النبوي الشريف عشان بكره ان شاء الله كل سنه طيب كل طيب موضوع المقاومات طبعا المعروف ان في عاملين المقاومات عوامل طبيعيه وعوامل بشريه عامل طبيعيه زي الموقع الجغرافي تمام زي السطح زي المواد الخام تمام زي مصادر الطاقه تمام اما العوامل البشريه ديت طبعا بيندرج تحتها راس مال الاداره السوق الايدي العامله تمام ودي, ودي حط تحتها خط الاخيره دي انا اختلف مع الدكتور في م. نقطه احنا عندنا كل المقاومات انا عايزك تختلف معاه في كل حاجه ما 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 تربطش نفسك بنقطة او مختلفين من قبل الحلقه دكتور يعني صدره احنا قاعدين برضه مختلف يا الاختلاف فاختلف براحتك احنا متفقين أوه. من بره ان شاء الله هو يكون أرهابك. من الهوا ما لا بس ما فيش ضرب كراسي ان شاء الله اختلف مع الدكتور في نقطه تمام انت لو هتبص انا كمثلا رجل اعمال او كرجل مستثمر عايز اعمل منشاه صناعيه تمام انا كل الحاجات اللي انا ذكرتها ديت هي موجوده بس هي للاسف في سوء استخدام او الاستخدام الامثل للموارد ديت. دي دي اللي الدكتور عايز يوصلها ان احنا ما عندناش ليس لدينا الاستخدام الامثل للموارد للمواردات تصريح ليك كده تمام كده يعني مثلا هنمسك في الاول مصر تتمتع بموارد خام بسم الله ما شاء الله يعني افضل من اي دوله في المنطقه تمام مش موجوده في اليابان نفسها. مش موجوده في الصين الصين اصلا بيشتغل على مورد واحد الا وهو الايدي العامله فقط تعير. والاداره وطبعا ده دي ثروته الصناعيه والبشريه بالظبط كده لكن عندك مصر عندنا موارد طبيعيه تمام آه متنوعه في كل المجالات آه موجوده بفضل الله م. تمام عندنا ايدي عامله آه 100 مليون في حوالي 40 مليون شاب تمام آه عندنا آه سوق اكبر سوق استهلاكي في المنطقه هو السوق المصري وعلى فكره كل الدول المحيطه بتستهدف السوق المصري حاليا صحيح. تمام بس هي الدكتور بيعلق على نقطه الجوده تمام ان جوده المنتجات المصريه هي اللي بسببها بيكون بتفرض نفسها آه من عدم وبيكون في نفور من المستهلك اه بتفرض نفسها من عدمه لدى المستهلك لتحديد رغبات المستهلك خلينا اكلمك بقى بلغه الدكتور محمود كدا. الايه الاقتصاديه هو, هو في حته برضه يا دكتور انت يعني حضرتك لازم تبص لل... للدخل القومي لل... لل... أنا لل... لا لا مش 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 قصه تسيس ما هو الاقتصاد بس يكمل الفكره عشان انتوا اتكلمتوا قبل الهوا فانت عندك باك آه. جراوند انا بقى عايز اتعرف عليه ولو في خلاف سيبنا بقى اختلف معاك تمام هو حضرتك انت انت قبل ما تعمل اي منشاه تمام بتبص لسوقك فين يعني الصين نجحت جدا في نقطه ان اشتغلت بسياسه التسويق ثم الانتاج بمعنى ان انا بشوف احتياجات المجتمع اللي انا نازل فيه دوت عشان انتج له اللي هو اللي هو عايزه تسمح لي اساعدك في تبسيط المعلومه بالزبط. دي بالزبط. نفس القلم ده صيني بالظبط بس ممكن يبقى عندي اكتر من فيرجن ليه هو نفس القلم ونفس الشكل بس الجوده تختلف ده للسوق الامريكي ده للسوق بالزبط. المصريه ولا هو مثلا ده للسوق العربيه بالزبط. ده للشرق آه الاوروبي وهكذا ده اللي انت عايز تقوله اه بالظبط كمان تمام, تمام. مبدئيا احنا عندنا هنا عشان نغزو السوق المصري بنغزو بحاجه السعر يعني انت عشان تغزو السوق يا اما سعر يا اما جوده يا اما خدمه تمام يا اما ضمان طبعا الكلام دوت ما بنقدرش نوفره كله كجوده وكخدمه وكسعر اللي هي رغبات المستهلك المستهلك عايز جوده عاليه حضرتك وسعر اقل, سعر أقل. بنبص اعلى اه. يعني احنا عندنا في تقسيم السوق تمام في عندك شرائح، شرائح شعبية وديت بتمثل حاليا في الوقت الحالي من بعد 2011 مم. ازيد من 70 80% مم. تمام؟ شريحة متوسطة وديت تقريبا ال 15 مم. او باقي ال 20 و5% اللي هي الشريحة اللي هي بنقول عليها الشريحة العليا او اللي هم الناس بتاعت البرندات تمام؟ كم في المية يا فندم؟ آه 5% تقريبا يعني قد يكون الرقم مبالغ شوية كمان يعني 5% كتير؟ اه مش كتير لا حقيقي ما خمسة في 5% نتكلم في خمسة مليون وده اقل من اللي موجود يعني ما علينا بس مش مش خلاف فانت حضرتك دلوقتي عايز تعمل مصنع او مشروع مم. تمام والمشروع دوت تضمن الاستمراريه طبعا احنا عارفين مرحله اي مشروع بيتم بكذا مرحله مم. اول مرحله مرحله التقديم النمو والانتشار بعد كده نضوج مم. احنا للاسف في المشاريع المصريه بنوصل للمرحلة الأخيرة اللي هي بعد النضوج مرحلة الانكماش التدهور تمام ده بسبب إن, إن 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 أولا مفيش دراسة تمام مفيش آه فيش دراسة جدوى در... اه, آه. و... و... وفي... بتنجح خليني أقول لك بقى بالزبط يعني أكلمك بوضوح شوية مفيش دراسة جدوى بيتم تحقيقها كما أنزل الكتاب أو زي ما قالت الدراسة وخلصت للنتيجة حتى يعني وإن كان هناك يعني نسبة انحراف واحد أو سبعة او 7% بنلاقي نسبه الانحراف وصلت ل 30% في لما حضرتك دراسة الجدوى بتتم بناء على عن بحث ميداني مم. احنا عندنا للاسف كل اللي بيعمل مشاريع في مصر بيعملها ازاي؟ مم. انا شفت الدكتور محمود عمل مشروع كذا وبسم الله ما شاء الله نجح أعمل فيه زيه و... و... اعمل زيه وخلاص اللي هو التقليد ما فيش ابداع ما فيش ابتكار تمام وده من ضمن المشاكل اللي احنا بنقابلها التشابه اللي انت حاليا انت مش عارف مثلا السوق اللي انت نازل فيه دوت هل حصل فيه عمليه اشباع ولا لسه في احتياج متعطش آه وانا هنزل لي مكان وحصه في السوق بالظبط وده كده. على فكره مش في مصر بس ده يمكن على المستوى العربي كله تمام وتشابه عشان ما عندناش ابداع بالظبط ما فيش احنا بنستورد فكره تمام وبنطبق زيها تمام طبعا لنا عده مشاكل في مم. في التطبيق لان انت مم. الفكره دي انت جايبها من مجتمع لسلوك سلوك وليه ثقافه وليه نمط معين عشان تيجي تطبقها آه. في مجتمع ثاني غير مم. فبالتالي مش مش بتنجح تمام, تمام. يعني انت عايز تقول ان التقليد او فلان نجح انه فتح سوبر ماركت مثلا يعني اجي افتح جنب سوبر ماركت لانه هو نجح بالظبط كده ليس شرطا اه وده ده ده على فكره يعني ده حد يفتح كافيه ونجحت أفتح كافيه افتح جنبه كافيه ده أفتح في مشروع سين افتح جنبه سين اكس اكس وهكذا بدون دراسه خليني اخد استاذ احمد معانا واضح انه عنده استفسار استاذ احمد اتفضل مساء الخير هاني بيه زي ما عليك واهلا بضيوف حضرتك الكرام اشكرك آه استاذ احمد م. اتفضل هو في سؤال مهم يعني هل احنا في مصر ازاي الدول الاوروبيه احنا دول مستهلكه <applause> ازاي الدول الاوروبيه او الدول الدول العربيه هتساعدنا على الانتاج؟ ده احنا كده احنا اقتصادهم قائم علينا. امم <applause> الضيف مع ليك بيتكلم بيقول التقليد ومش التقليد، احنا فعلا بنقلد لسبب لان بالفعل ما فيش افكار جديده ما فيش مواد تام <applause> اي واحد النهارده بيفتح مصنع ممكن يتعثر ما بيلاقيش مواد خام بيقفل. <applause> <applause> فهل إن انا سؤال مهم جدا، ازاي احنا هنكون دوله منتجه؟ فيها مصانع تقوم عليها البلد واحنا مم. اصلا الدول الثانيه كلها بتحاربنا لان احنا الدوله المستهلكه الكبرى اه انت عايز تقول ان في حد مش عايزك تنتج ايوه يفضل هو إحنا دولة اللي ينتج اه احنا دوله مستهلكه انت عايز تحط في مربع الاستهلاك وليس مربع الانتاج المستهلكه على مستوى العالم تمام الصين قايمه يعني 30% 40% من الانتاج بتاعها قايم على مصر مم. يعني جبل علي وكل المشروعات اللي هناك كل الناس دي فتحت هناك عشان عشان خاطر مصر. مم. المنطقه اللوجستيكيه اللي المفروض تتعمل او ايا كان كل الحاجات ديت مصر النهارده دوله مستهلكه من الف ريال. احنا ازاي نكون دوله منتجه ومفيش حد يحاربنا، التسائيات هتنفع. انا هحاول سؤالك للدكتور محمود مصطفى ممكن يعني يكون عنده روشته. للمرض اللي حضرتك شخصته ده بشكرك استاذ احمد من الجيزه شكرا جزيلا لك. دكتور كلام له وجهة انا في مربع الاستهلاك حد عايز لا قافل عليا ما تخش هنا مربع الانتاج هل ده لوحده يخليني خلاص اشيل ايدي واستسلم ان انا مستهلك؟ هو من الناحيه الاقتصاديه ده الفعل اللي حصل دلوقتي. مم. اعالجه ازاي؟ افصل السياسه عن الاقتصاد. مم. افصل ده عن ده. انا سياسيا مضغوط عليا والضغوط دي بتقولي لا تعمل كذا وما تعملش كذا وفي نفس الوقت انا عندي امكانيات زي ما تفضل الاستاذ ربيع من شويه عندي مم. امكانيات وعندي مصانع وعندي ارض خصبه وعندي 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 لكن في حاجات تفرض عليا ساعات ايه لا ما تنافسش دوله كذا عشان المنتج بتاعهم هم عشان ما تزعلش مني انا عشان ما ازعلش واخد بالك فالموضوع الموضوع كله موضوع ايه مم. زي ما قلت الاستاذ ربيع من شويه ما تسيسش الاقتصاد مم. ما تدخلش ده في ده الاقتصاد حاجه والسياسه حاجه انت ممكن تشتغل اه بس انت في عندك ضغوط ما تزعلش اللي جنبك فانا مضطر فعلا ايه عندي مصنع كذا لا اقل الانتاج بتاعه اوقفه خالص عن الانتاج آه عندي امكانيات ان اشتغل الامكانيات فيما عدا كفاءه الايدي العامله في موجود امكانيات احنا في عندنا رجال اعمال كبار يقدروا يشيلوا ويعملوا مصانع كبيره جدا في مصر والمصانع دي ممكن تاخد يعني قدره قدره كبيره من الانتاج ولكن المنتج اللي طالع من عندك برضو ارجع اقول انه طالع من على ايد ايدي عامله غير مدربه فطالما غير مدربه هو برضو المنتج ده هتلاقي المنتج اللي جنبك بينافس واحسن وانا هدي حضرتك امثله برضو احنا مصر زمان قوي ايام كنا بندرس محمد علي وحركه التنوير كان بيبعت بعثات بره ويتعلموا وييجوا هنا وييجوا ينقلوا خبراتهم عمر الحركه التنوير دي ما حصلت تاني في مصر صح كده؟ كل الدول اللي جنبها يا دكتور انت مش سامع دلوقتي احد الشيوخ في المقدمه بيقول لك انتوا كده آه. ديوثين وانتو وانتو وانتوا وانتوا عشان بيبعت وانتو بنته تدرس بره ل... وتروح للاحمر مع ان خد بالك خد و... بالك دول الخليج اكتر والأصفر. ناس بيبعتوا اولادهم يدرسوا بره يعني اللي بيتكلم ده اصلا خليجي وهو بيبعت مم. اكتر عياله بتدرس بره ولكن زي ما هي محاربه من جوه البلد الا ان هي هتعود عليهم بالنفخ خلال 20 30 سنه. انت عندك جيل متعلم كله بره اوروبا وامريكا وغيره م. هيرجع عندك البلد مش هيقعد جنب البترول بتاعك لا م. هيعمل مصانع وهيشغل هيشغل ايدي عامله وخلافه فانت هتلاقي دول الخليج قايمه بحركه تصنيع كبيره جدا خلال السنوات القادمه احنا لازلنا محلك سر محلك سر ده لفظ جيش يعني لا تروح قدام ولا ترجع ورا محلك م. سر م. فاقتصاديا الوضع الحالي لو ما تطورش. طيب بمناسبه جمله تسيس الاقتصاد وانا النهارده بعتبر النهارده احد مصطلحات الحلقه النهارده هو عدم تسييس الاقتصاد هيرد عليا دلوقتي خبير اقتصادي تاني يقول لي ازاي دكتور محمود وانا موافقك ان انت ما الاقتصاد ده اللي هو ايه المتداخل معانا بس تعالى كده نبص على الارض الواقع ما انا بتجيلي جهات مانحه منها البنك او الصندوق مثلا ويقول لك عوم هنا القرار مش اقتصادي هنا القرار سياسي تمام بيوجهه المتخذ القرار بيجي يقول لك خفض الدعم ده برضو قرار سياسي مش اقتصادي بحت تمام. وان كان مم. يعني ظاهره اقتصادي ولكن يعني هو في النهايه طب الفصلة دي تيجي امتى هقول لحضرتك حاجه وده حصلت في اليابان على فكره مم. اليابان بيجي عليها ضغوط من امريكا دايما امريكا طبعا ليها قواعد عسكريه في اليابان لانها بتحميها ضد كوريا الشماليه وغيره فامريكا بتقول اليابان في حاجات معينه ما تدخلش في تصنيعها مم. لان دي بتاعتنا احنا تمام اليابان عملت ايه مم. مقابل ده لما يجي انا حد يقول لي كدوله ثانيه تقول لا ما تصنعش كذا عشان هيضربني انا اليابان هتعمل عامله ايه؟ مم. وزير الصناعه هناك يروح للدوله اللي هي منعانه يصنع الماده دي يقول له تعالى اعمل مصنع عندي مم. للمنتج بتاعك انت مم. وانا كسوق عندي سوق خصم هبيع لك يبقى انا كده حولت الصناعه بتاعته اللي هي مثلا المانيه او نمساويه او غيرها أو وغيرها بدل ما انا ضاربها لا هي بتصنع عندي انا كده انا زودت الصناعه عندي شغلت المصريين ايدي عامله في الاماكن دي ضربتهم كويس جدا وخليته هو بينتج المنتج بتاعه مكتوب عليه ميد ان ايجيبت هو منتج الماني مم. بس ميد ان ايجيبت شغلت المنتج بتاعه مصر الله ينور عشان نلعب في دي فلعبة آه. لعبة ان انا يعني هم سياسه هيسيسوها تبقى في الاقتصاد مم. لا انا وأنا في هنا طريقه ثانيه وفرت, وفرت عمله صعبه بالاستيراد وحققت توازن كامل عندك. في الميزان التجاري لانه هيصدر بالظبط كده فهيعمل لي برضه توازن في بقى على ده كام المزان المزان منتج التجالي. ممكن بالظبط سيارات ممكن تشتغل عليها مم. الكترونيات ممكن تشتغل عليها مم. تليفونات ممكن تشتغل عليها اجهزه كهرباء تعمل جبل عالي مم. تاني مم. عندك مم. مصانع تليفونات تمام المنطقه اللوجستيه اللي ممكن تشتغل لها جنب قناه السويس دي منطقه خطيره مم. بدل ما بيتشحن من الصين لغايه هنا وبعد كده يطلع لاوروبا لا يا صين تعالوا خزنوا عندي وطلع من عندي أوروبا في اسبوع أنا مجرد من هاخد منك أرضية، أرضية بقى على كمية الحاويات وكمية المنتجات دخل لوحده تاني ده دخل لوحده، وفي نفس الوقت افتح للتجار المصريين هنا، إن المنطقة اللوجستية دي لما تشتري منها م. أنت موفر من الجمارك بشرط إنك م. تصدر. اه ما يبقاش استهلاك إيه؟ محلي. هتبقى منطقة حرة تبادل تجاري دولي. بالظبط، تبادل تجارة دولي. أنت دول كده قلبت سينا لـ لمنطقة عالمية، لمنطقة عالمية. طيب أستاذ ربيع فكرة إن أنا ممكن أعمل مشروع وأنجح بنسبة كام في المية في مصر باعتبار حضرتك يعني ليك مبادرة او ليك تجربة ممكن نقول للناس انا ممكن بنسبة كام في المية انجح لما اعمل مشروع صناعي وبتك قوي على كلمة صناعي اسمع منك الاجابة بعد اتصال الاستاذ محمد استاذ محمد اتفضل مساء الخير يا فندم مساء الخير يا فندم مساء الخير على ضيفك الاحترام واسف على ازعاج ده اولا اتفضل يا فندم براحتك ربنا يخليك يا فندم انا عايز اوصل معلومه لسيادتك ان في صناعة مصريه احلى صناعه في على مستوى العالم لكن لكن مفيش افاده للناس ان الناس تاخد المنتج دوت كمثال معايا يا فندم معايا انا لسه كنت عايز اقول لك يعني عايز حدد لي كده مثلا زي كمثال. ايه قولي الموبايل المصري أفن. كويس واسمه كذا كمثال يا فندم في في عربيات في 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 مصر هنا موجوده على مستوى السنين اللي فاتت من عمري انا شخصيا مم. صناعه مصريه. زي زي الفات 28 مثلا؟ النصر كله يا اه. اي الحاجه ديت احنا احنا عايزين اي كمثال يعني اي حد يكون من مصر يسافر مم. الكشخص. طب انت انت بتتكلم صح بس هل حضرتك عارف ان مصنع النصر للسيارات موقوف من اكتر من 10 سنين؟ ده فن من زمان من زمان بالظبط يعني ودي ودي فكره برضه هنختم بيها مع الدكتور محمود لسبب ان في عربيات صيني موجودة في مصر وأهل و... 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 مصر بيشتروا لا 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 الموضوع مش منافسة لا ده قرار تاني يعني خالص يعني كان دكتور محمود هيكلمنا عنه بس أنا بشكرك على برضو مبادرتك الجميلة أن أنت بتشجع ما هو منتج مصر وده جميل جدا أستاذ السؤال ربيع سؤالي قبل الاتصال هو ما مدى نجاح تجربة صناعية في مصر والله هو في تحديات كتيرة م. تمام بتواجه أي حد بياخد القرار ده تمام أول تحدي بيجابلنا هو الدعم المالي مم. تمام الامو... راس المال انا آآ التمويل التمويل اه تمام آآ طبعا هو مش شرط ان انا اعمل مشروع بمليون جنيه يكون معايا المليون جنيه ما في يعني اقدر ان انا امول لو المشروع دراسه الجدوى بتاعته يعني كويسه ممكن بنكي مولي جهات تدخل معايا شراكه وما الى ذلك تمام كلام حضرتك كلام مظبوط بس في برضه في النقط ديت في مشاكل بمعنى مم. حضرتك الناس دلوقتي بتلجا للتجاره او الحاجات اللي في نورسك ريسك مفيش مخاطر ودوران راس المال سريع آه بالظبط آه. آه. تمام آه معروف ان الصناعه تمام بتاخد فتره طويله عقبال ما يبقى فيدباك على على المصمم آه. تمام آه ده ده بالنسبه لتمويل الاشخاص او التمويل المحلي اما بالنسبه لتمويل القروض طبعا آه احنا برضو مش مش هنجامل ونقول اه الدنيا سهله وحلوه وتمام لا آه احنا كلنا عارفين ان البنوك لا تقرض فقير تمام تمام عشان بس ده. نتكلم برضو برضو تصريح البنوك لا, لا تقرض صحيح. فقير وتصريح على عهدة الاستاذ رضوان البنك هياخد فلوسه منين؟ وفعلا هو البنك لازم يضمن ضماناته لا ما ممكن عين. يكون عن هو ممكن يكون غني في فكره اه لكن فكي فقير بإمكانياته الماديه او ضماناته تمام دي دي نقطه احنا كلنا عارفينها من طبعًا. زمان تمام جميل. ف... إذن باختصار كده يعني في في, في في 30 ثانيه بتنصح الناس لو عندك فكره صناعيه واعده نفذ في مصر خد المغامره ونفذ ادرس الاول ادرس الاول أوه. طيب دكتور محمود محدش بيدرس انا بس كله عايز. بيعمل مشروع يعني إدرس. في اقل من دقيقه لو كلمه نهائيه حضرتك في هذا الاطار تمام احنا عشان نقوم بحركه التصنيع في مصر وده يدعم الاقتصاد بتاعنا على الرغم ان انا دايما بحب اتجنب كلمه الدعم عشان ده الاقتصاد يدعمه مش هو اللي هيدعم الاقتصاد خلي الدعم دعم معنوي دعم اعلامي دعم اعلاني خليه يعني تمام وليكن تمام لازم المقومات اللي عندي تكون موجوده ولازم اشجع المستثمرين الاجانب انه يجوا مش مش هينفع ان انا اشتغل من عندي اشتغل من عندي كبدايه صعب الا إذا كانت حاجه انا عندي خبره فيها زي مثلا مصنع استاذ ربيع م. لكن انا هبدا من عندي حاجه جديده م. مش هينفع ان أعملها بجوده المنتج الخارجي هجيب المستثمر الاول اه وادي له كل تسهيلات انه يشتغل واعمله حوافز استثمار يعني انا أوه. هجيب انت هتجيبني ليه معايا فلوس بالضبط استثمر هنا عندك. انت بتدخل ثلاث حزوز خارجيه إنك. وصناعه واستثمار قبل ما اختم بقى متر مواسير النهارده بكام يا دكتور لا معد حوالي 18 جنيه ده آه. اه طيب يعني بنتمنى التوفيق للجميع بشكرك oh استاذ oh ربيع الشربيني oh على كل الاعمال ورئيس مجلس اداره شركه رويال تيك شكرا جزيلا لحضرتك ايضا الشكر موصول للخبير الاقتصادي دكتور محمود مصطفى شكرا جزيلا, شكرا جزيلا شكرا دكتور محمود شكرا جزيلا. ويبقى الشكر لكم ايضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه يمكن احنا هنختم دلوقتي وهنخرج ولكن انا بدعوكم لحلقه هامه جدا بعد قليل هيكون يطل عليكم على الشاشه سياده المستشار محمود حجازي رئيس محكمه الضمانور مع المذيع المتالق محمد حراز والقانون والناس وحديث عن ايصالات الامانه كل الناس بتستسهل خطين يخطهم بايده يا ترى دول ممكن يقضوا على مستقبل هذا الرجل من عدمه ده هتشوفوه في القانون والناس بعد قليل اما انا الان اغادر هذا الاستوديو وضيوف الكرام والطريق الثالث ونلتقي بكم الاربعاء القادم وهذا هاني دباني يحييكم وفريق عمل الطريق الثالث الى اللقاء